وبوادر التعافي الأوروبي. وللتعليق على تطورات الاقتصاد العالمي معنا من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. أهلا بك سيد نور معنا، وبداية ما رأيك في هذا التناقض في التصريحات بشأن الاقتصاد العالمي؟ هناك لطالما ليس بالشيء الغريب وليس بالشيء الجديد، لأنه هناك بالفعل لدينا إشارات إيجابية وإشارات سلبية سواء من كانت من آسيا أو من الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء معتدين عليه منذ الأزمة المالية العالمية للأسف إلى الآن، أنه صندوق النقد الدولي يقول أنه الأرقام ستأتي بأفضل من التوقعات، لكن تعود مرة أخرى ويعود ويعدل التوقعات من جديد بناء على كل التطورات التي تحدث. هذا التخبط أيضا يعتبر أو ما يسمى بحالة من الديبرشن التي متواجدين نحن فيها الآن في الوقت الحالي على الأقل. هذا الشيء في الغالب ما سيستمر أيضا خلال الفترة المقبلة في ظل ضبابية المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية أولا وأيضا في آسيا، بالإضافة إلى أنه الاتحاد الأوروبي الآن لا زال في بداية التيسير الكمي، وهل بالفعل سينجح دون وجود يعني الريفورمز واللي هي الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها البنك المركزي الأوروبي. سيد نور الدين، في مقال نشر في وول ستريت جورنال توقعات بإزاحة اليوان الصيني للدولار من على عرش العملات، هل هذا الكلام دقيق وقابل للتحقيق؟ قابل للتحقيق نعم سيدتي. إذا ذهبنا بالتاريخ إلى أكثر من 200 عام كان هناك الناتج المحلي الإجمالي للعالم 50% منه كان للصين، لكن الآن الصين بشكل أو بآخر كل ما تقوم به مع كبر كل ما يعني يكبر به الاقتصاد العالمي، أيضا الصين لديها بصمة كبيرة جدا، وهذا الشيء الآن وصلت الصين إلى ما يسمى بشيء أو بما يسمى بأنه هي الصين جزء لا يتجزأ من المعادلة الكاملة، يعني لا يمكن استثناء الصين من أي شيء متواجد الآن بالاقتصاد العالمي. بنفس الوقت الصين الآن أصبحت هي الواجهة أو واجهة آسيا ضد الاتحاد الأوروبي وضد الولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت الواجهة الأوروبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن هذا الشيء لا يمكن إنكاره من جهة. سيكون هناك بالفعل لدينا على الأقل عملة احتياط أخرى وهي غالبا ما ستكون اليوان الصيني، ومن ينظر إلى تاريخ اليوان الصيني خصوصا من بعد الأزمة المالية العالمية إلى الآن ومع كل التخبطات التي حصلت في هذا العام على الأقل في العام 2015 كل العملات فقدت شكل كبير من قيمتها، كان لدينا تذبذب كبير، هذا ما أدى إلى ازدياد المخاطر في كل الاقتصادات العالمية باستثناء كانت الصين. اليوان الصيني لم يتحرك سوى أكثر من 1.5 نحو الارتفاع ونحو الأسفل. إذا سيد نور، بما أن حديثنا عن الصين، ماذا يعني قرار المركز الصيني بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟ هذا الشيء يشير إلى شيء مهم جدا، إلى أن البنك المركزي أو على الأقل الحكومة أو الصين بشكل عام لديها العديد من الخيارات أكثر من أي بنوك أخرى، لأن أولا الميزانية العامة للبنك المركزي أو البنك الاحتياطي الصيني أو بنك الشعب الصيني لا زالت تعتبر منخفضة بالمقارنة مع كل البنوك المركزية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي أو بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لديهم العديد. لن يكون هذا التخفيض هو الأخير، لكنه الأول على الأقل خلال هذا العام شهدنا تخفيض بشكل كبير بواقع 1%، هذا شيء مهم جدا. يتم تخفيضها تباعا خلال الفترة المقبلة دون الحاجة سواء إلى تخفيض معدلات الفائدة العامة أو حتى تخفيض أي نسبة بالنسبة أيضا حتى للودائع. لذلك هذا القرار يعتبر نوعا ما قرار مهم جدا، قرار جيد أيضا. شهدنا ارتفاع كل الأسواق العالمية اليوم بما فيها الأسواق الآسيوية أيضا، هذا الشيء سيبقي من جديد حالة الاستقرار، وأيضا في الغالب ما سيبقي معدلات النمو في الصين فوق مستوى 7%. من أبو ظبي كان معنا السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أن هبوط اليورو مفيدا جدا.